زال البيت التشريعي يحاول إكمال أركانه قبل نهاية فصله الأول عبر توزيع النواب البدلاء إلى الصدريين على اللجان النيابية، مهمة لا تكتمل من دون اتفاق سياسي عادة، فيما يريد نواب أن تنتهي بنشر النواب على اللجان طبقا لتخصصاتهم وخبراتهم. يعني لازم يصير اللجان بالتخصص، وأن نبعد موضوع الطائفية والمحاصصة الحزبية عن قضية تشكيل اللجان حتى مجلس النواب يرتقي بمهنيته أكثر. على الجانب التنفيذي لا تزال حقيبة الأمار والبيئة بلا وزيرين في ظل عدم توصل الحزبين الكردستانيين الديمقراطي والاتحاد إلى اتفاق بشأن من يتولى المنصبين، لكن نوابا كردا أكدوا إحراز تقدم في التفاهمات قد يحسم هذه المسألة في الأيام القليلة المقبلة لإكمال عقد الحكومة. توقع الأسبوع القادم من الجلسات سيحسم موضوع الوزارتين، لأن هناك تفاهمات لا أستطيع أن أتكلم بها، لكن هناك تفاهمات موجودة على الساحة. تقريبا هناك تفاهمات ربما وصلت إلى نسبة 65% من التقارب ما بين الأطراف السياسية لحسم هالوزارتين. وبصراحة يعني توزير الوزراء في مجلس الوزراء خلال هذه الفترة مهم جدا، لأن نحن أمام قانون موازنة، أمام تحديات كبيرة. قرارات وقوانين مهمة على الجانبين التنفيذي والبرلماني ستبصر النور بعد استكمال تشكيل الحكومة واللجان النيابية المعنية بمراقبة أداء الوزارات، فضلا عن التشريع. علي أسد، يو تي في.